بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتنا قناة 5 Minute Code. في هذا الفيديو الجديد من السلسلة التعليمية للغة البايثون من الصفر إلى الاحتراف على قناتنا قناة 5 Minute Code سوف نتعلم عوامل التخصيص في لغة البايثون. قبل أن نبدأ الفيديو رجاء اعملوا لايك واشتركوا في القناة، فعلوا جرس الإنذار حتى يصلكم كل شيء جديد أولا بأول. فضلا وليس أمرا قم بنشر هذا المحتوى المجاني حتى تعم الفائدة على الجميع. من الفيديو السابق اللي وضحنا فيه التعليقات وبالواقع عوامل المقارنة في لغة البايثون، ظل عندنا هذني الكودات اللي موجودات هنا. إذا تحبون تعرفون يعني معلومات أكثر حول هذني الموضوعين تابعوا الفيديو السابق، لكن الحين راح نحذف هذني لأنه ما عدنا استفادة بهم. عوامل التخصيص في لغة البايثون هن كالتالي، خلونا نكتبهن هنا بشكل تعليق وبالواقع نضرب مثال عليهن ونوضحهن واحدة تلو الأخرى. الأول هو بالواقع العامل الأول هو عامل اليساوي مساوي، أوكي مساوي مساوي. العامل الثاني هو بالواقع ناقص يساوي، اسمها ناقص يساوي. العامل الثالث واللي هو بالواقع يكون زائد ويساوي، زائد ويساوي. العامل الرابع بالواقع هو يكون ناقص أو عذرا قسمة ويساوي، قسمة ويساوي. خلينا نضرب مثال ونوضح كل واحدة من هذين العوامل كمثال. العامل الأول اللي هو بالواقع عامل اليساوي، احنا نستفاد من هذا العامل علشان نعطي المتغيرات قيمة. مثلا عندنا متغير أو variable أوكي باسم A، هذا الـ variable إذا نريد نعطيه قيمة، إذا نريد نعطيه قيمة أو نخصص له شيء، هو أن العوامل هن هذا اسمهن عوامل التخصيص. إذا نريد نخصص قيمة لهذا الـ variable نستفاد من عامل المساوي. مثلا أنا أخلي الـ A يساوي فرضا عدد أو رقم الخمسة، أوكي. هذا المثال وضحنا عامل العامل الأول واللي هو المساوي اللي يشتغل بهذه الطريقة. الحين إذا نطلب من البرنامج يعمل لنا print للـ A، راح ينطينا بالواقع القيمة اللي خصصناها للأي، مو نفس الأي، لا القيمة اللي خصصناها للأي راح يطبعها لنا البرنامج هنا. مثل ما تلاحظون يعني هي قيمة الأي، القيمة اللي خصصناها للأي هي 5. من أمرنا البرنامج أنه يطبع لنا الأي، طبع لنا القيمة مالت الأي، مو نفس الأي، إنما القيمة مالت الأي اللي هي 5. أوكي؟ هذا العامل الأول. العامل الثاني اللي هو ناقص يساوي. أنا مثلا أكتب أي ناقص يساوي مثلا 2. بهاي الحالة بهاي الطريقة الشيء اللي أنا سويته، أولا الأي اللي هو قيمته الأساسية يساوي 5، أوكي يساوي 5. بهاي يعني إذا نخلي استفادينا من هذا العامل التخصيص واللي هو ناقص يساوي، أوكي الشيء اللي راح يصير أنه إحنا راح ننقص من الأي 2 وبعدين نخلي الأي يساوي الناتج. يعني إذا نقصنا من الأي، الأي هو 5، إذا نقص من عنده 2 شقد يضلن 3. فهاي الثلاثة راح تكون القيمة الجديدة اللي راح نخصصها للفاريبل اللي اسمه A. إذا نعمل print راح تشوفون إنه البرنامج راح ينطينا القيمة الجديدة. أولاً إحنا يعني ما غيرنا أي شيء، كتبنا نفس الA، أوكي، خلينا هو يسوي لنا print وما كتبنا فاريبل جديد. أولاً البرنامج خلى قيمة الA 5، بعدين نقص من الA 2، وبعدين خلى القيمة الجديدة يعني خصص هذه القيمة الجديدة للA، فصارت القيمة الجديدة تساوي 3. أوكي، هذا هو بالواقع عامل التخصيص الثاني. العامل الثالث، عامل التخصيص الثالث واللي هو زائد ويساوي. مثلا الحين انا اطلب من البرنامج انه الناتج من هذين العمليات الاثنين اخليه يزود عدد 3، اوكي يزود بالواقع مثلا 5، يزود مثلا 5 اوكي للاي، يزود 5 وبعدين يخليه هاي القيمه الجديده يخصصها للاي. فاذا نعمل print، قبل ان نعمل print خلونا احنا بالواقع نحسب النتيجه. اولا البرنامج راح ينطي الاي قيمه الخمسه، بعدين راح ينقص من عدها 2 ويصير 3 ويخصص هاي القيمه الجديده للاي اللي هي 3. بعدين هنا بهذا السطر راح يزود الاي اللي هو قيمته 3 يزودها 5 ويخلي هاي القيمه الجديده يخصصها للاي. خلونا نعمل برين ونشوف النتيجه 8، وهذا الشيء منطقي. يعني احنا اول ما فات كان عندنا 5 نقصنا من عدها 2 صار 3، زودناها 5 صار ايش كثر 8. الحين نريد نستفاد من العامل الأخير اللي هو قسمة ويساوي. نخلي الـ A نقسمه وبعدين نخليه يساوي،
مثلا 4. انا اريد ان قيمه الاي الجديده، الاي الجديده اللي هي تساوي اخر اي عدنا واللي هي تساوي الثمانية عذرا، اريد اقسمها على 4 والقيمه الجديده اخليها تساوي يعني اخصصها للاي. فاذا اعمل برينت، قبل ان اعمل برينت اولا البرنامج راح ينقل الاي قيمه 5 هاي اللي موجوده هنا، بعدين راح ينقص من عدها 2 ويخليها القيمه الجديده للاي تصير ايش كثر 3، بعدين راح يزود القيمه الاخر قيمه 5 ويخصصها للاي فايش قد تصير 8. الحين يعمل قسمه على الاخر قيمه واللي هي 8 على 4 ويخلي يخصص هاي القيمه للاي بعدين يطبعها، فلازم ايش قد تكون؟ خلونا نشوف البرنامج ايش قد ينطي. لازم تكون 2 لان قسمه ال 8 على ال 4 نتيجتها هي بالواقع 2. هذا هو فيديو اليوم اللي بالواقع تعلمنا فيه عوامل التخصيص في لغه البايثون. اتمنى يكون الفيديو مفيد لكم. إذا أعجبكم الفيديو رجاء قوموا بعمل لايك واشتراك في القناة وتفعيل جرس الإنذار حتى يصلكم كل شيء جديد أولا بأول. فضلا وليس أمرا قم بنشر هذا المحتوى المجاني حتى تعم الفائدة على الجميع. حتى الفيديو القادم أستودعكم الله في أمان الله.